رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الدكتور وهاب الطائي: مباراة الديوانية لا تعني لنا شيء والفوز محسوم. مباراة طبيعية حالها حال أي مباراة في الدوري. نادي الشرطة نادي كبير، اليوم هو الوصيف، وبكرة مباراتنا مع الديوانية اللي هو بال14 حقيقة، ماكو وجه مقارنة، بعيدة جدا، والرياضة يفوز وخسارة وتعادل، لكن بكرة إن شاء الله الشرطة فائز ومستمر في سلسلة الانتصارات. ليس لدينا أي شحن بالنسبة لإدارة الشرطة، أصلا مستقرة وهادئة، ولم يخرج منها أي تصريح بابتزاز لو استفزاز للآخرين، لكن هذه الرياضة نقدرها بكل معانيها، بالتالي في الملعب سيكون الرد للاعبي الشرطة إن شاء الله. البعض رئيس نادي الديوانية أوصفها بأنها مباراة معركة، هو يقول هذا ونحن لا نقول حرب، هذه رياضة وهذا تنافس رياضي، على الجميع أن يحترم معاني ومبادئ الرياضة، أما من لا يفهم الرياضة فهذه مشكلته مو مشكلة. شنو وعدت لاعبكم في حال الفوز؟ لاعبين علاقتنا بهم قديمة ويعرفون أنه إحنا وياهم دائما في السراء والضراء، وبالتالي هذه اللعبة لا تعني شيء لنا لأنه النتيجة محسومة فوز الشرطة. زيد راح تفوزون إن شاء الله بإذن الله 3 إن شاء الله، 7 إن شاء الله، طموحات عالية ولكن إحنا نكتفي بـ3 كل إشكال. رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي: لن نكون صيدا سهلا والشرطة مسيطر على لجنة الانضباط. احنا جايين لتأكيد انتصارنا اللي كان على الأخوة في نادي الشرطة بالمرحلة الأولى، وتأكيد إن شاء الله في الشعب، كل اللاعبين الكادر التدريبي عارفين حجم المسؤولية. حجم الشرطة قال هذه مباراة عادية عندنا، لو كانت عادية ما كان صراخهم يصل عنان السماء، لو كانت عادية ما كان اليوم يدعون للجماهير ويحشدون وعاملين مسرحيات في ملعبهم لغرض التحفيز ولغرض الدعاء لتحقيق الفوز. لا، هذا كلام غير صحيح. الحقيقة أنهم عارفين أنه راح بكرة يلعبون مع فريق بصراحة التحدي وسقف الطموح كبير، وما راح نكون صيد سهل أبدا إطلاقا. أما أني إذا تجيني أي عقوبة من لجنة الانضباط فما أهتم، لأن نادي الشرطة عندهم شخصين مفرغيهم بلجنة الانضباط، فهي لازم تكون لجان مستقلة وهي حقيقتها غير مستقلة. في حال حرمانك من مباراة، من حضور مباراة غد، شنو الإجراء راح تسوي؟ يعني حرمان يعني خب مو لاعب كرة قدم، يعني من الحضور خلاص ما تحضر مباراة. يعني أحضر بصراحة أتمنى. ليش؟ شنو الإجراءات اللي يسوي؟ ما راح يبقون. من هم اللي ما راح يبقون؟ اللي يختارفون هذا القرار ما راح يبقون، لأن احنا بصراحة صوتنا عالي وقوي جدا جدا، وأنا أقول لهم إياه إذا انفعلتم هاي الفعلة فصدقني أنتم من راح تخسرون، ما راح يخسر أحد.